هلا كل هذا صار بغيابي؟ اللي بيسمعك بيقول لك غايب بس شي شهر. تعرف شو اكثر شي حس بنفسي من اللي حكيت لي اياه؟ هالندى السيرين. تعال شوف هلا الحاره ما بقى تعرفها، صارت حاره رقاصات ولعيبه قمار وحويتريه. كله رح يتغير، بس بدي اطول بالك شوي. هلا شو اللي رجعك؟ اشتقت لكم وغير هيك. طول عمرك ذكي، بعدين بحكي لك. يا الله قديش كنت اتذكر هذا المنظر من هنيك. درت كل المتوسط، نزلت بايطاليا وباليونان وبقبرص وباسبانيا وبتونس وبمصر، نفس البحر ونفس المي. بس يا خيي من غير من هالمحل من هالتلة يا اخي البحر بتحسه غير. كنت هيك باخر الليل اقعد دخل سيجارة واصفر وتذكر قعداتنا وسهراتنا يلي تضلنا طلوع الضوء. بدك تحكي لي عن مغامراتك، ان شاء الله رجعت ايد من ورا وايد من قدام. لا يا اب سمراء لا، ما انا فهد اللاداني. ان شاء الله كنت مفكرني عم اشتغل عدال او شي قرصون بمطعم. وحياتك خلال سنتين كان عندي بالدورين عم يدوروا بالمتوسط وكل اليونانيين عم يضربوا لي سلام. ما غريبة عنك، قوم نروح نشوف أهلك وولادك. والله يا ريت بس ما بقدر. ليش بقى؟ وعدت للعقيد جلال إني ما أظهر بهالفترة. ليشو؟ ما قلت لك بعدين بحكي لك، كل شي بوقته حلو. روح أنت هلا روح، أنا بدي أقعد هيك أصفر شوي وبعدين أخذ لي غفوة. هون؟ لا لا ما هون، أخذت بيت قريبا. روح بس. يلا سلام. عوافي عمي أبو العز. أهلين سمير، خير؟ شايفك فايق بكير، لوين يا مسير؟ لا والله يا عمي اسا هلا رجعت على البيت، لهلا ماني نايم. اف اف اف، وين كنت لهلا؟ كنت بأحلى وأجمل مكان بالعالم. اها، معناها مع وحدة من إياهن. الله يسامحك يا عمي، معقولة؟ أنا شغلتي هالشغلة. الله يجعل أيامك كلها أفراح. الله يخليك يا عم. قالين معلم. شو بك مرة قلت لك ما تقلي معلم؟ شو بك؟ ابن حلو قالك طالع لعندك. خير شو في؟ خالتي انفهد، اتصلت لعندك ما ردي، قام اتصلت على القهوة وقالت لي اطلع فيك بدي اياك ضروري. ما قلت لك شو بدها؟ بصراحة ما فهمت منها، قال لجنة ما لجنة بالضبط ما فهمت. طيب طيب دير بالك على القهوة انا جاي. ماشي معلم. عايل للسقوط؟ شو يعني عايل للسقوط؟ يعني خالتي هذا البيت حالته كتير تعبانة وممكن يقع عليكم بأي لحظة. مين قال لك هالشي؟ عفواً مين حضرتك؟ أنت اللي مين؟ المهندس ناجي من البلدية، جينا من حوالي الشهر وعملنا معاينة لهذا البيت واليوم طلعت النتيجة. أعطوني الورقة. تكرم عينك خالتي، تفضلي. يسلموا، فيكم تروحوا. شو ابني؟ طمني. طمني خالد، أنا رواصل المشوار اللي عند الأستاذ أدم برجع لعندي. ماشي؟ لا تخاف. تقرير عم يقول إنه البيت بحالة خطر وإنه قايل للسقوط، وجايبين مع التقرير أمر إخلاء فوري وعطينا مهلة أسبوع بس للإخلاء. وشو مدى صدق هالحكي؟ شو قصدك؟ قصدي انه بيت عمي ابو فهد وضعه ممتاز. انا هلا من شوي عينت الحيطان ما فيهم شيء، وحتى السقف منه مفسخ. طب وليش لحتى يكذبوا؟ خالتي مفهد قالت لي انه ورده زاريتها طرحت عليها مشروع يهدوا البيت ويطلعوا محله بنائي.
معقول وردة تساوي هيك بأمه؟ ما وردة، هذا علاء عم يستغل ظرفه وما عارفه وعم بيعمله ملعوب. يا حبيبي ما خلصنا من ناصر، اجانا علاء. هذا اللي كنت خايف منه. شو قصدك بابا؟ كنت دايما اقول يا خوفي تتحول الازمه من ازمه اسماء لازمه مناصر، يعني ما تعود المشكله بناصر او سين وعين من الناس، تصير المشكله بالمنصب، انه كل من قاعد بهالمنصب بده يتطبع بنفس الطباع ويمارس نفس الممارسات. لوين بابا؟ رايح على القهوه. خلي معك ساعه. تفضل. الله معكم. يلا وانا صار لازم امشي. لا وحياتك ماني مخليتك تروحي هلا، بدك تحكي لي شو صار معك انت وسمير. هادي يلا تعي هادي راحوا. شو بدي احكي لك؟ شوفت عينك قاعد ما بطلع فيني. امبارح كانت علاقتنا ظريفه وما احلاها، بس بعد هالحادثه سمير خايف. من شو؟ من شو؟ خايف منك يا أنسي، فلت لسانه مرة وأنتي ما شاء الله عليك ردود أفعالك. إيه والله عملتي له فيلم رعب. بس أنا ما زعلت منه، بالعكس. بعرف. وليش عم تلمحي؟ عم لمح اللي كان لازم يصير بيناتكم من 10 سنين. خلص سهير بقى فكيها، والله ضيعتي أحلى سنين عمرك كرمال تناحة راسك. سهير والله إنك بتحبي. لك هو منيح، حدا غيره كان هلا صار عنده كومة اولاد قاعد عم بيربي فيهم. شو ما رح ترتاح بالبيت؟ قاعد مرتاح. شرف. شو هذا؟ بيت قايل للسقوط؟ بيت أهله. بيت أهلي؟ هذا أكيد صهرك علاء عمل له شي ملعوب. جيب هالكرسي وقعد احكي لي بالتفصيل. شو سلام عليكم. سلام. اهلا باستاذنا، تفضل. شو حبيبي يا ابو احمد، مين هدول؟ شو بدي اقول لك يا استاذ ادهم؟ لالا صراحه ما عدنا عرفنا مين اهل الحاره ومين برات الحاره. اطلع لهونيك، شوف لي الساسك. اطلع. اسالوني انا اللي عم دور بالتاكسي طول النهار. لك ما عاد تقدر تحكي مع حدا، كله روس. شوف لي هالشب الطليفحي طربون الحبق، شوف لي على هالنمرة اللي جاي. مين استاذ ادهم؟ كيفك حبيبو؟ لا شايفين هالناس هدول احسن ناس بهالبلد، حبيباتي كلهم. يا ولد روح شوف الشباب والصبايا شو بدهم، قهوة شاي ارجيلة عصير. يلا كلكم وحبيب قلبي ورفيق عمري فهد لاد اني كوم تاني. اخ لو يرجع على هالبلد لعرفكن عليه، اجدع شب. المعلم سمير، ما نحن نستقبلك هون. انا قاعد هون بمالي وما حدا له عندي شيء. روح جيب الطلبات احسن ما لبسك الطاوله. ها نقلع. اسمع يا سيرين، انا شايفك من اول ما اجيت والتحايس ولايس، بدك تفتح المشكلة بأي شكل من الأشكال. الله يسامحك حبيبو. اسمعوا له أبوي، ما خليت سرسري ولا واح واطي ولا عندبوري ولا شبيح إلا ولفيته حارتنا وسكتنا. بس شغلت إنك تفكر تأذي أي واحد من أولاد حارتي، وجلال الله بعمل فيك أكتر ما عمل ابني أسعد بمعلمك ناصر صالح. ولا أنت ولا كل هالعرطة اللي ورا منك على استقلال عندنا، فهمان ولا؟ فأصار الشر وانقلع من الحارة. حرك يلعن أبو شرفك واطي. بس إشارة، أعطيني إشارة وشوف شو بعمل لك فيه. خلاص ولا أنت عم تحكي عن أبوي؟ لا العفو أستاذ،
أنا قصدي على سمير البارودي اللي مانعني فوت على القهوة. موت ولا هالولد عم يتمادى، ما ناقص غير يضربني بالحارة. ولك كم بقى سيرين؟ قلت لك مو وقته. وإمتى وقته؟ طول بالك بس اخلص من العملية. والله لفرجون واحد واحد. طيب شو أخبار العملية؟ من جهتي كل الأمور تمام التمام، بس بدي أك تحاكيهم وتشوف لي إمتى وقت التنفيذ. هاي سهلة وغيره. أنا أذنكم، عندي تلفون. خليكي مع أكرم. اسمعني منيح مريني مدام، هالولد سمير لازم يتربى، واليوم قبل بكرة. بس المعلم أكرم قال. المعلم أكرم ماله فاضي، ما أكل عقله غير عملية السلاح. أنت بتعرف أنه سمير كان عقل مدبر لفهد؟ سمعت هيك شيء. وبتعرف أنه هو ورا كل شي صار معه؟ مدام نشان الله لا تكبريها براسيها، أنا خلقه ما بطيقه لهالولد لأنه من ريحة الحبايب. صرنا اثنين، فإذا من دفعه الدمع. لكن اسمع منيح وفهم. استاذ ما حدا مبسوط؟ والله ما حدا مبسوط يا اخي. السلام عليكم. اهلين سمراء، كيفك ابوي؟ وعليكم السلام. لا انت ما بدك تفهمني وين عم تغلط كل شوي والثاني؟ لك وين عم تروح؟ اللي ما في شيء، شويه شغل. شويه شغل؟ ما شاء الله عليك، من امتى صار عند حضرتك شغل؟ لا اللي لا بس كنت عم تابع موضوع بيت خالتي فهد. برافو عليك يا ابوي، شو صار معنا؟ جبت مهندس عمل دراسه للبيت واخذ عينات وان شاء الله المسا تطلع النتيجه. الله يقويك الله يقويك. لك اسمعوا شو صار، صدام دخل على الكويت. هذا وقد اكدت مصادر موثوقه ان القوات العراقيه دخلت الى عمق 20 كيلومترا في الاراضي الكويتيه، وما زال التقدم مستمرا. يا ستار يا ساتر، بدك لو بالعز شباب. لك شو جبني ابني عزوز بالكويت؟ صحيح عزوز بالكويت. يا رب تجيرنا بجاه الله، بجاه الحبيب المصطفى. وين رايح عاد شباب؟ رايح لعند المراه، هلا بيكون قلبها عم يغلي خوف على ابنها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. أيام وشهور وسنين ونحن ناطرين يتحركوا على فلسطين، وبالأخير تعب الطيب تعب. سيرحل هذا الطين قريبا، سيرحل. يا ضي عنكم يا عرب، يا ضي عنكم. هذا وقد أعلنت الأمم المتحدة عبر بيان لها أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم لك. لك ليش هيك عم يصير معنا؟ بكرة إذا كبروا هالولاد وسألونا شو بدنا نقول لهم؟ معقول يحتلل الكويت بابا؟ الموضوع أكبر وأخطر من هيك يا بنتي. اللي صار مصيبة بحد ذاته، بس اللي جاي أخطر وأكبر بمليون مرة. شو بده يصير؟ آخ يا بنتي، من اللي بده يصير؟ معقول يدمر للكويت؟ لك يا بنتي أنا ماني خايف على الكويت، الكويت رح ترجع وتقوم، بس خوفي على العراق. العراق راحت، راحت ومن دون رجعة. ليش خايف على العراق جدو؟ العراق قوية واحتلت الكويت. لا يا جدو لا، أصحاك تفكر هيك تفكير، أصحاك. القوي هو اللي بيحمي أخاه وبيحافظ على بيته. إيش يترك جدك يرتاح؟ يلا شو اللي عم بيصير؟ واخيرا رجعت. فهد لك يخرب بيتها، كيف دخلت على الحرم بدون ما حدا يشوفها؟ في شيء بيصعب على صحابك فهد؟ شو نسيت لك ام سمره؟ طمني هلا شو صار معك؟
عملت مثل ما اتفقنا، جبت المهندس واخذ عينات وان شاء الله المسا تطلع النتيجه. هات احكي لي شو قصتك، ليش مخبي حالك؟ عود 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 لخبرك القصة. هذا يا سيدي، انا رجعت على البلد مشان لقيت الكلب سيرين واكرم. بشو بدك تلقطهم؟ هذا يا ابو سمرة، بيوم من الايام كان قاعد صاحبك فهد بالبارك باليونان وصافر بهالدنيا، فجأة بسمع هيك من جنبي مجموعة بحارة عم يحكوا سوري، لحش الداني لعنده وإذ بسمع اسم هالندل سيري. تقدست على الموضوع واستخدمت كلمة عارفة لما اكتشفت انه هالكلب متورط بعملية تهريب سلاح كبيرة كتير. اتصلت بالتليفون عند العقيد جلال فورا على سوريا وخبرته بالموضوع. قام العقيد جلال عمل تحرياته ورجع خبرني. دريت وقتها انه اكرم متورط مع سيرين بهالعملية. طلع الدم لراسي، قلت هي هي الرجعة اللي بتستاهل ترجع يا فهد على البلد. بدي شوفه وملي عيني منه. اتفقت انا والعقيد جلال انه بهالفترة ما اظهر ولا حدا يشوفني لحتى يضلوا سيرين واكرم مطمنين ويتحركوا براحتهم. هيك لانك وسم بالعملية. مظبوط. ولك اهلين ابو فريد، لسا بتقلي بتأذي العالم اللي بتحبه، ليك بدك تكمش اكبر المجرمين هلا؟ بركي بقدر اعوض جزء من اللي عملته. بتعرف لك يا ابو سمرة، بتعرف لما هيك دخلت على حالة اليوم انا حسيت بغصة بقلبي، صرت ابكي مثل الولد الصغير. تمنيت لو شوف هيك فريد ويسرى عم يربطوا قدامي بالحارة، أو حتى لو إني شفت أمي. الله كريم، بكرة بتشوفه وبتشبع منه إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو سمرة. شو وين رايح؟ ما قلت لك عندي موعد مع المهندس؟ أنت بقى لهون؟ في حدا غيرك معه نسخة من المفتاح؟ لا تطمع، أنا أعتذر لك. ممتاز، بالمعنى بخلصه برجع. يلا الله معك. عكسا شو ستو؟ أنا واصل مشوار ساعة وراجع، دير بالك على القهوة. ها الله معك ستو. مرحبا سمرة. أهلا صهر، عازمينك على العشاء اليوم. عندي مشوار شي ساعة وبرجع لعندكم. يلا ناطرينك. فهد شاكر، شو رأيكم تأجلوها لبكرة؟ هلا صار لك سنين قابل حالك بهالبيت، وقفت عليهم تطلع تسهر ولا إلا تصفل منك لأختك. لا 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 دخيلك، أنا شو بيعلقني بلسان النجوى؟ خلص خلص بيجي لعندكم. مرحبا حبيبو. بلاش شاي يا قسام. عشيتي الأولاد؟ ايه عشيتهم ونيمتهم. تتعشى بابا؟ لا بابا شكرا. فوتي اختك سطحية جوا حبيبتي. مرحبا. اهلا حبيبتي. مرحبا بابا. هلا حبيبي. كيفك يا عمري؟ كيفك؟ هلا هلا هلا. يا روح جدو. كيفك شو انت؟ الحمد لله. شو عم تعمل هون ولا؟ لا يا حبيبه، كنت عم ساعد المكوزيل. انقلع برا ولا حيوان؟ انقلع. بابا طول بالك، الرجال ساعدني بالشناتي من الحارة لهون. ما عرفتي لهذا الحقيقي؟ لك هذا سيري؟ لك يخرب بيتك إلهي. لا انا ما القحك، ترك من ايدك، روح اطلع برا. علي لي ساعدكم. اطلع على برا. يلا نشوف. يا عمو ما القحه. وانتو شو جابكم بهالليل بهالوقت المتاخر؟
بابا نحن ما طلعنا متأخرين، طلعنا من العصر، بس لهلأ لو وصلنا كتير زحمة على الحدود. الحمد لله على السلامة. شرفي شرفي. أنت متأكد إنه سمير قال لك جاية؟ لا طبعاً طبعاً. ولو العمى في قلبه، العمى ما أغلظه، ليش تأخر كل هالقد لك؟ ليك حبيبي إذا ناس تفوتنا أنا بلم العشا وبلحقك. لا لا ماني ناس. هاي ليكو إجا، افتح له افتح له لهالكر. مهما القلب ينسى ما بينتسى الماضي، لو فكرت تنسى تتعب على الفاضي. يا دنيا نحنا بشر، قلب وعقل عنا بيضيع نص العمر، نحلم ونتمنى نحلم ونتمنى لا الحمد لله ما فيك شيء، شوية رطود وبكرة بتقوم مثل الحصان. شحارك يا نجوى. خلاص حبيبي قولي الحمد لله، منيح انقضت هيك. الحمد لله اكيد الحمد لله الف مره، بس انا متاكده انه هاد لون جماعته لسيرين الكلبه. لا سيرين كان سهران بالقهوه وقت الحادثه. طيب انت ما بتعرفون للي ضربوك؟ نجوى يا عيونا لنجوى، في ورقه بجيبه جاكيتي اعطيها لخالتهم فهد. لك يا حبيبي يا سمير لا تفكر بهالقصص هلا، ارتاح بسرعه قبل ما ياخذوا لبيتها. حاضر حبيبي. خلص انت رح نتصرف هلا، نحن بدي اياك ترتاح اليوم. مستحيل. شو في شاكه؟ البيت وضعه سليم 100%، معناها اللي ضربوه لسمير كانوا عارفين انه سمير متابع الموضوع بدهم يبعدوه عنه. طيب واذا هيك ليش لا يتركوا الورقه بجيبته؟ الظاهر دوروا عليه وما لقوه. لوين لوين؟ بدي اروح شوف الاستاذ ادهم بركي بلاقي حل الموضوع. دير بالك على حالك كرمال النبي، اوعى تتورطوا انت والاستاذ ادهم. ها لا لا حبيبي ما تخافي. الله معك شاكي. يا علي عليك يا اخوي، يا ريتني انا ولا انت. طولي بالك اختي طولي بالك، ما رح يصير له شيء ان شاء الله. بس لو اعرف مين اللي عمل فيك هيك، والله والله غير اني جعلته اكل للسمكات. لك حدا يفتح الباب. يلا يلا استاذ ادهم اهلا وسهلا. وينو جوزيك؟ شو يا سيد كيف تدخل على بيوت الناس بهالطريقه؟ على القليلة أنا فايت من الباب، مو مثل بعض الناس اللي فتحوا طاقة وعم ينسلوا منا. أنت عشو عم تحكي؟ خد اقرأ هالورقة وبتعرف عن شو عم أحكي. أعطيها الورقة. أعطيها. هذا حكي فاضي هذا. شوفي فهموني شو القصة. القصة إنه وضع بيت أهلك سليم وممتاز، وجوزك الأفندي بعت لجنة من عنده وزوروا التقرير. لا 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 تسدي هذا الحكي، أساساً هاي الورقة كلها غلط، والناس اللي عاملينها واللي جايبينها المهندسين ما بيفهموا. هو أنت اللي بتقرر هالشي، المحكمة هي اللي بتقرر. صحيح على فكرة سمير نفاد. ومينو هاد سمير كمان؟ ما بتعرف مينو هاد سمير؟ سمير الشاب اللي كشف ملعوبك وبعدت له ناس مشان يقتله، بس ربك كبير. سمير بالبيت ومعافى وصحته مثل البوم. انا بدي بعت ناس ليقتلوا هذا اللي عم تقول عنه، شو اسمه سمير؟ بالمحكمه بنحكي. هلا
هذا مجنون. يعني عن جد بعد حدا يقتله لسمير؟ لك شو عم تخرفي انتي؟ بعدين تخيلي انا انزل لهالمستوى الوضيع هاد. بعدين هلا خلينا بموضوعنا. انت بتعرفي هذا المجنون اذا راح رفع قضية قدام المحكمة انا شو بصير فيه؟ بتبهدل. انا شو بقدر اعمل لك؟ انت فيك تروحي لعند امك وتقولي لها هذا الحكي. يعني قبل ما يخرب بيتك. بعدين يا حبيبتي اذا انخرب هالبيت اللي هو بيتك روح فيه انا وياكي. بأي عين بدك يعني فوت لعندها واطلب منها هيك طلب بعد العملة اللي عملتها فيها؟ لا تنسي بانه هالعملة انت مشتركة فيها، لا تزكي عليها. سويتها بعدين خبرتني. بس انت كان فيكي تحذري امك. انت كأنك عم تهددني؟ انا عم وعيكي بس لازم تعرفي بانه انا وياكي متورطين بهالموضوع. خصوصي اذا عرفوا اهل حارتك واهلك بانه انت متورطة بالقصة. صح؟ وردة حبيبتي الموضوع ما لازم يوصل للمحاكم وانتي لازم تتصرفي. بتفهمي علي؟ انا ما قلت لك بطلي لي هالولدنات بس لتخلص العملية على خير؟ خلاص؟ طقت واحترقت؟ ما عاد فيك تنامي قبل ما تنتقمي؟ شفتك مشغول قلت بريحك من هالعملية. لا تخاف العملية تمت بكل هدوء وما في دليل واحد علينا. سرين قضى الليل بالقهوة عيون أهل الحارة وانت كنت سهران برا. بعدين شو صار؟ فرك الدان وأكتر دميتوه للزلمة وعم تقولي لي فرك الدان؟ لأنهم بهايم. قلت لهم بدي اياه ينعطب، بدي اياه ينام بالمستشفى أكثر من 6 شهور. بس بسيطة الأيام بيناتنا. لك انت وين وانا وين؟ الدور جاي على الامور فريد. طيب يا روى اذا ما بحرق لك قلبك على انك مثل ما حرقتي لي قلبي ما بيكون اسمك مدقاوش. يا خساره قديش كانت حلوه لو كان فهد موجود. غير ثيابي وروح على البيت. لك شو بدي اخذك بهالحالة؟ معلش هونيك يا رياح. خلص اذا مجحش روح روح، بس انا وشاكر من وصلك وبتعمل حسابك بهاليومين ما لي تاركتك ولا لحظة. طيب جيبي لي ثيابي. الله يلا هلا بجيب لك. هني هدي هدي. شاكر ما في داعي توصلني. شو قصتك؟ ليش ما بدك اياها نوصلك يعني؟ هونيك اريح. خلص ما بدي اعذبكم بعدين. مين اللي عمل فيك هيك؟ هلا هلا بحكي لك، بس مشان الله جيب لي كاسة مي. الله يخليك. هذا الشغل وهي منك. اسلموا ايديك كلك ذوق. مستحيل. ديما كيفك؟ انا منيحه. انت كيفك؟
مستحيل مستحيل. شبك؟ مالي عم صدق حالي. زديت لك البشكير مثل ما تعرفنا على بعض يوم اللي وقع شعري تذكرت؟ هذا يوم بينسى ليش؟ ليش واقف فوت؟ لا أنا يعني أنا كنت بدي أروح عند بنت عمي سهير. لاحق عبت عمك سهير، فوت شوي. طيب شو رأيك نروح مشوار؟ أي ليش لا؟ بس لخبري لأمي. طيب يلا. ابن الحرام إذا ما بربي ما بكون أنا فهد إلا داني. طول بالك علاء، ما قاله علاء بالموضوع. لو قاله علاء كان أخذ الورقة من جيبتي. مين لك أنا له مصلحة؟ أكرم. أكرم أنا واثق إنه هو. أنا أفرجك يا أكرم، هو أنت شو وضعك هلا؟ ماشي الحال، صرت أحسن. لا لسه ما تزوجت. لساتك كرهاني؟ بعمري ما كرهتك ولا رح اكرهك. ما حكيت لي لساتك بنفس الشغل تتزوجيني؟ عفوا؟ حامل لك تتزوجيني؟ مستحيل، انت ما تغيرت؟ لساتك مثل ما كنت؟ متهور وما بتعرف شو عم تحكي ومتسرع بعواطفك. انت لساتك بتحبي؟ بتعرف؟ لما كانوا يقولوا لنا انه الزمن بينسي كنا فكرنا عم يضحكوا علينا، بس طلع مزبوط. أنا نسيت فهد. بس شو؟ بس نسيتك كمان. ليش أنت تذكرتيني أو حبيتيني لحتى تنسيني؟ طب شو رأيك هلأ بلا ما نقلب المواجع، لأنه اللي فينا مكفينا. بتعرف لما شفتك فرحت من كل قلب. خلصنا أسامة؟ ما عم صدق أنا، يعني ماني عم بقتنع. معقول علاء ضلت أسبوع واحد تعمل فيك كل هاد؟ ما هو أنت صعب تفهم. شو بدي أفهم؟ أني بحبك. قوم خلينا نمشي. ديما لسه ما صار شيء، والأيام اللي بيناتنا اللي راحت كلياتها فينا نعوضها ونعيش حياة كثير حلوة. فكري بحكي. يعني ما هو حق أمي؟ خلصنا. أنت عم تحكي هيك لأنك مو صدق أمي تجوزيني. هذا شيء طبيعي، في أم بالعالم ما بتتمنى تشوف بنتها عروس. أمي إذا بتريدي بهذا الموضوع ما بقى بدنا نحكي. لا ستي بدنا نحكي، مو على كيفك. لأ أنت بدك تضلي هيك هاملة حالك؟ بعدين أسامة شاب ظريف وبيحبك. طيب وأنا؟ كنتي شو؟ أنا ولا شيء أختي، أنا ما بدي أتجوز، تركيني بحالي. ديما حبيبي أنا ما بدي أضغط عليك، بس لازم تفكري بحكي أسامة بشكل كتير جدي ومنطقي. خلص أنا برد. أيوة أيوة تفضل. أنا أمه لفريد. ليش؟ شو في فريد؟ شو؟ طيب أنا هلأ بجي. وينه هلأ قلتي لي؟ طيب ماشي، سلامات. شوفي إيش لبكك على التليفون؟ لا ما في شيء، في واحد رفيقي كان بده ياني بشغلة. سمير أنا خابزك وعاجنك، احكي له شو. ما في شي، ما تشغل بالك. خلصنا بقى، قال لي شو في؟ ابنك فريد. شو بو فريد؟ يا شح حاله، الله يجيرك. قد ايش صار العمليات؟ قالوا شو ساعتين بغرفة العمليات. أخ يا ربي دخيلك يا ربي. بيقول إنه الحادث اندبى. الله لا يوفقه، هو الحيوان اللي بدي أقتله وتزعلني. مو وقته هالحكي هذا يا بنتي، مو وقته. كيف يا صاحبي؟ لازم دم. مين زمرته إيجابي؟ أنا دكتور. أنا قدروا معي. صباح الشحارة طلطلي. لو إني أنا كنت إيجابي كنت بفعل بعطيه. هلا ليش بده كل هالدم؟ شو صاير؟ طول بالك ولا تخاف، إحنا أحيانا وقت تطلب الدم ما بضروري يكون له علاقة بحالة المريض. فارتاحوا وطولوا بالك. إن شاء الله خير. يا رب أخرجي. إن شاء الله. شحارة لأمه شحارة. هاي شو عيونه يا رب. طفل يا أستاذ طفل. كندا هذا ما اسمه شغل. ها اوف، ليش شو صاير؟ انت امتى بدك تفهمي انه غلطه صغيره بهالعمليه فيها قطع روس؟
ليش انا شو عم اعمل لك؟ انا مليون مره قلت لك احقادك هاي بطلي لي اياها بقى واجلي اياها، وبعدين وبس تخلص وعيونك وغلاوتك بيت البارودي وبيت عاشور وبيت اللادقاني راح افرمهم فرم، وحتى راح فجر لك الحاره كلها. ممكن تهدى وتفهمني شو صار؟ اجت الشرطه لعندي على المكتب، قال سياره من سياراتي ضرب ابن فهد اللادقاني. ابن فهد اللادقاني ضربيته السياره؟ يا لطيف على هالبراءه، على اساس ما بتعرفي؟ والحيوان اللي بنفذ اوامرك من ورا ظهري راح افرمه فرم. ايه وشو عملت مع الشرطه؟ ولا شيء، ثلاث ساعات على اتصالات وكب مصاري لحتى لففت الموضوع. هلا المهم شو صار مع الولاد؟ بالمستشفى. عيونه؟ وطي صوتك يا مدام رؤى، ما بصير الولد يعرف شو في معه. بعدين الدكتور طمني وقال لي العمليه ان شاء الله خير، بس ليفكوا له الضماد هو. شوي شوي سمير. بابا انا هون يا امي، انا هون يا حبيبي. وين انا؟ جنبك، لا تخاف. ليش ما عم شوف؟ ما عم تشوف لانه حطوا لك شاشه عيونك حياه. يعني ما رح شوف؟ لكن بلا بدك تشوف. بكره بالصدق بيشيلوا لك الشاشه عن عيونك وبتشوف. بدي بابا. الحمد لله اطمن، هلا طلع من العملية ماشي حال، الحمد لله وضعه ممتاز. لا لا ما تخاف ما تخاف. هلا اهم شيء انت ضل بالبيت وما تتحرك. اسمع عم بقول لك، ها مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لين عمي ابو العز طمنا، ان شاء الله في اخبار عن عزوز؟ والله يا عمو صار لنا 3 ايام عم نحاول نتصل فيه ما عم يلقط الخط معنا. لا ما احلى يلقط معك الخط لك عمي، الدنيا خربانه هنيك خربانه. لك عم بيقولوا العالم عم تهرب من الكويت وعم تترك كل شيء جمعته هنيك، صحيح الحكي؟ لك يا عمو يترك كل شيء، ما بدنا شيء، المهم يرجع لنا بالسلامه. بعدين يا ابني طز باموال الدنيا كلها. وحد الله يا رجال، حاجة تفول على الصبي. شو هذا؟ صار له أكثر من 5 ساعات ما اتصل. إيه سمير طمني شو صار؟ شو؟ أسبوع لعبية؟ لك طز بسيرين وأكرم بالدنيا كلها، ما بقى بدها هي. هلكتني وأنا ما أنتظرك. سامحيني يا أبو، سامحيني. ولك ليش هالقلب بيعرف غير يسامحك ويدعي لك ويحبك؟ يا عيني يا عيني محلك فرح، هاي حبيب عمرك رجع لك. الحمد لله. والله يا أمي سمير ما تركني ولا لحظة، كل يوم كان يجي لعندي نعمل هالقهوة نحكي ونتسلى وأعمل له شاكري. ما جديدة على أبو سمرة يا مو؟ ما جديدة ما جديدة. عينا 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 قديش اشتقت له. شو عملت فينا هيك؟ عملت هيك مشانكم يا مو. مشانا؟ كنت بدي أريحكم مني.
أنا زلمة ما بيجي من وراي غير وجع الرأس وجع القلب. أقرب الناس لقلبي ما سنو من شر يمو. لا ما فهد الله دقاني اللي بيحكي هالحكي. ما غبتوا عن بالي بلا لحظة. طول الوقت وأنا مفكر فيكم. مرحوم فريد ما غاب عن عيني لحظة. الله يرحمه. فهد قوم نروح نشوف فريد. يلا. ايه امي وسلموا لي عليه. عمري عمري عمري